انتظرونا وأقوى اللقاءات والانفرادات المليئة بالإثارة والمفاجآت، وبرنامج الطريق الثالث ولقاء كشف الأسرار مع الساحر إبراهيم المصري، والحديث عن ألعابه السحرية وكيفية تعلمها، وهل هي مجرد ألعاب خفة يد أم هي من عمل الشيطان؟ وهل هناك علاقة لعالم الجن بتلك المهارات؟ كل هذا وأكثر في ضيافة هاني الديباني الأربعاء 10 مساءً.